وزير التربية مصر على موقفه، الامتحانات ستجرى الأسبوع المقبل، وإن لم يكن بإشراف الأساتذة المضربين فبطريقة سرية يرفض الوزير أن يكشفها، طريقة لم يتردد بوصفها بالقيصرية التي لا تتلائم مع المعايير التربوية العليا، ولكنها ستحصل كما قال. الامتحانات بدها تصير بوقتها الأسبوع الجاي ب 12 الشهر، ما في تأجيل. نطلب من الطلاب يكونوا جاهزين، نطلب من التعاون من جميع الأفرقاء اللي رح نطلب تعاون منهم خلال الأسبوع القادم. يا معالي الوزير ما تضيع وقتك، في خمس أيام راحوا بدون حل، نحن كنا بنأمل إنه معاليك تضيع الخمس أيام بإيجاد حل، روح فتش على حل يعطي العالم حقوقه ويعمل امتحانات بنفس الوقت. في اتصال مع الـ LBCI يؤكد مصعب أن أي كلام عن خطته السرية تنزع الطبخة، وبالتالي لا يستطيع الكشف عن تفاصيلها، لكن غموض الوزير يثير مخاوف حقيقية عند هيئة التنسيق، تحديداً الخوف من إلغاء الشهادة المتوسطة أولاً ثم الثانوية واستبدالها بإفادات مدرسية. مصلحة الطلاب هي كمان أساس ومسؤولية علي، بدنا نعمل اللي المستحيل وبدنا نستعمل جميع الوسائل المتاحة لإجراء الامتحانات الأسبوع القادم. ساعة أنه ممكن هيدي البروفيه من الغية بنعمل بس التيرمينال بعد رمضان، أنا عم أقول هيدا كله كلام بغير محله، هيدا كله كلام غير مسؤول غير تربوي، بيضرب مستوى الشهادة اللبنانية، بيضرب التربية بلبنان. ولكن بطريقة أو بأخرى، هل يستطيع الوزير إجراء الامتحانات متخطياً الأساتذة؟ ما ممكن تنعمل امتحانات غير بإشراف المعلمين. الامتحانات مش عمل تقني، الامتحانات عمل تربوي. بعد مراتنا لنقل ربع عليمي من سؤال لسؤال بتاخذ معنا نقاش ساعتين، ما قادرة أي جهة غير المعلمين تقدر تعمل الامتحانات. وبينما ينتظر الجميع يوم الخميس ليكشف الوزير عن الطريقة غير المسبوقة التي سيلجأ إليها، يحاول التلاميذ عبر مواقع التواصل الاجتماعي اكتشاف السر من عم الوزير، لكن بصعب يتحدى الضغوطات ويحتفظ بالسر.